ارتحت دلوك وانت سمعتك بقيت في الارض؟ بلاش الكلام ده يا امي. بلاش كلام، هي دي اللي اخترتها وعادتنا وقطعتنا علشانها؟ مش هي دي اللي ابوك قطعك وبات غضبان عليك بسببها؟ هي دي اللي انت اخترتها عشان تشيل اسمك وتبقى ام ولادك؟ ولا بلاش، مفيش ولادك، اهي بقت ام بنتك بس. يا امي انا موجوع بما فيه الكفايه ومش ناقص تقطيم تاني. انا بوريك ان الزمن لف لف، وبين لي ان ابوك كان على حق وانت اللي كنت على باطل. الله يرحمه. امين يا رب. اسمع، انا عايزك تعمل التحليل اللي بتقوله عليه ده تاني. انا عملته وطلع سلبي. اعمله مره واتنين وتلاته، الله يكون في عون الواد ده بعد اللي سمعه. واذا كنت بتراعيه في الاول جراط، تراعيه دلوك 24. وحياتك يا امي بعمل كده. لسه هتقطميني في حاجه تاني؟ لا، بس روح طول على اختك هاله،